السيدات والسادة، مساء الخير. التعليم دائما هو قضية القضايا، وهو مسار اهتمام أي أمة تسعى للتقدم واللحاق بالعصر. بدون تعليم جيد لا تنمية ولا اقتصاد قوي، وبدون تعليم حديث لا بحث علمي ولا تحديث ولا تطور. بدون تعليم حر لا حرية في الفكر والإبداع. أوروبا منذ عصور الظلام لم تتقدم إلا بالتعليم، وكان هو الأساس فيما سمي بعصر النهضة. الدول التي واجهت أزمات وعانت من محن قاومتها بإصلاح التعليم. مصر أيضا قدمت نموذجا رائدا في الاعتماد على التعليم في بناء نهضتها. كانت دائما زاخرة بالعلماء والمفكرين الذين اهتموا بإصلاح التعليم، من علي مبارك وسلامة موسى وطه حسين إلى لويس عوض وحامد عمار وغيرهم. كانت البعثات وتعليم البنات وتدريس اللغات وحركة الترجمة والعلوم الحديثة هي الأساس في التطوير المستمر لبناء أجيال حملت على عاتقها مهمة تطوير المجتمع ووضع بلدنا في مصاف الدول المتقدمة. اليوم نلتقي بأستاذة للعلوم السياسية والاجتماعية اهتمت كثيرا بمجال التعليم كحق من حقوق الإنسان وكمشروع قومي لصناعة المستقبل. عن التعليم والتنمية وحقوق الإنسان حديث جديد من مصر، أهلا بكم. معي للحديث عن التعليم ومستقبله في بلادنا، عن مسؤولية الدولة ودور المجتمع المدني، الأستاذة الدكتورة نهى بكر، أستاذ العلوم السياسية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. دكتورة نهى بكر، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، كاتبة ومحللة سياسية مرموقة ومحاضرة في العديد من الجامعات المصرية والدولية، وهي عضو في المجلس الأعلى للثقافة ومستشار منظمة الاتحاد الإفريقي. الدكتورة نهى بكر حصلت على الدكتوراه في العلاقات والمنظمات الدولية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، كما حصلت على دبلوم في دراسات الحروب من جامعة كورنيل الأمريكية. تعمل حاليا أستاذا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيث تقوم بتدريس المنظمات الدولية وحقوق الإنسان. عملت خلال الفترة بين عامي 2010 و2015 مساعدا لوزير التعاون الدولي، كما مثلت مصر في العديد من المؤتمرات الدولية وشاركت في فعاليات علمية بكلية الدفاع في حلف الناتو والمعهد الدولي للقانون الإنساني في سان ريمو، كما عملت مستشارا في العديد من المنظمات الإقليمية والدولية. تشغل دكتور نهى بكر عضوية المجلس الاستشاري للمركز المصري للدراسات الاستراتيجية ومجلس إدارة مؤسسة كيمت بطرس غالي والشبكة العربية للتسامح والمجلس المصري للشؤون الخارجية. حصلت بكر على العديد من الجوائز، منها جائزة من جامعة الدفاع الأمريكية في واشنطن، وكذلك جائزة التميز من الجامعة الأمريكية بالقاهرة. دكتورة نهى، أهلا وسهلا بحضرتك معانا. ويعني هبتدي الحقيقة بسؤال كده متشعب، لأن نشاطك الأكاديمي والعملي متشعب جدا. يعني حضرتك لك اهتمام بالسياسة، بالتعليم، بالثقافة، بحقوق الإنسان، من أين نبدأ؟ أولا نبدأ بإني أشكر حضرتك على الاستضافة، وإني سعيدة إني أكون مع حضرتك. يعني أنا متأكدة أنه هيكون برنامج جميل، وهنتكلم في برضو حاجات متشعبة إن شاء الله. نبدأ منين؟ نبدأ من الأساس. وإذا كنا هنتكلم على الأساس، يبقى الأساس هو الأكاديمية والتعليم.
فلو حضرتك سمحتي لي اننا نبدا بالتعليم واننا نبدا بالتعليم ونشوف يعني اختيار جيد، وعايزه حضرتك تربطيني ما بين التعليم وبين حقوق الانسان والثقافه. يعني انا بقلق قوي لما الناس تتكلم عن التعليم وكانه التعليم مناهج او كتب مدرسيه بس، وينسوا انه التعليم هو ثقافه، هو حاله عامه للمجتمع. فهنا التعليم هو اذا صح التعليم هيصح حقوق الانسان والمواطن. اذا ادينا قدر التعليم لكل سن سواء في المراحل الابتدائيه او الاعداديه او الثانويه او الجامعه او التعليم المهني، اذا اهتمينا بمحو الاميه وركزنا عليه، لانه الحقيقه انا بعتبر انه دوت حاجه حزينه في جبهه الوطن انه يكون لسه عندنا نسبه اميه. اذا اهتمينا باننا نخلي مجتمعنا يحترم التعليم المهني فبالتالي يقبل الناس على التعليم المهني ونطوره، كل دوت هو حقوق إنسان، هو عدم تنمر، هو اعتراف بأهمية حقوق الإنسان. وهنا لو حضرتك سمحتي لي إن أنا يعني هنا نشرح العملية التعليمية ونشوف فين حقوق الإنسان. العملية التعليمية هي إيه؟ هي طالب، هي مدرسة، هي منهج، وهي بيئة حاضنة لكل ده. وأستاذ. وأستاذ طبعا. معلم يعني. معلم. لو بدينا بالطالب، الطالب هنا لو واخد حقوقه في الصحة، يعني ما تقدريش تجيبي حريك طالب مش فطران الصبح، مش متغذي صح، وتبعتيه المدرسة طفل. ما تقدريش تاخدي طالب بيعنف في البيت أو بيتم التنمر عليه في وسط مجتمعه وتبعتيه المدرسة ويبقى فيه مزيد من التنمر عليه ومفيش إدراك لأنه الطفل دوت من حقه أنه يعيش طفولته ويتمتع بالشمس والهواء، وأنه مش المفروض أن أنا أكبله بمناهج ثقيلة جدا يرجع بيها لأهله فتدمر الأسرة، لأنه الحقيقة الأم قاعدة بتذاكر للطفل وما عندهاش وقت أنها تعلمه حاجات تانية كتيرة في مجتمعه ويتعامل مع الأسرة إزاي، ما عندهاش وقت لأسرتها لأن هي تحولت إلى مدرسة تانية في البيت. يبقى رغم أنه يعني وظيفة الأم مفترض أنه لا يدخل فيها مسألة التعليم، هي مش المفروض أنها تكون مدرسة، مش دورها، وما نعرفش هي عندها القدرات دي ولا لا. فممكن أنا مش هنا مش بتكلم على تعليم يعني يتعلم الحساب ولا لا، تقدر توصل له المعلومة ولا لا، تقدر توصلها له بالطريقة الصح ولا لا. احنا انا بعتبر انه العملية اللي بيحصل في البيت بعد الظهر ده بيدمر الأسرة، لانه الست فجأة بتلاقي روحها عندها دور انها تقعد تذاكر لطفل وتصرخ في طفل فتبوظ علاقتها بيه لان هي ما دربتش. اولا يعني ذلك توصيف جميل لهذه الحاله، يعني انا بعتبرها حاله مأساوية. يعني فكره تدخل الاسره كأب او كأم او كأخ في العمليه التعليميه في البيت، يعني ده تعليم بديل ومش دورهم ولم يؤهلوا ليه. والكارثه الاكبر انه كمان يضاف لده الدروس الخصوصيه. فكان زمان على ايامي انا كنت اللي بياخد درس خصوصي يتكسف. ايوه يعني انا اتذكر ان انا وانا في سته ابتدائي جالي حاله مرضيه فقعدت في البيت 3 أشهر، فجابوا لي مدرسين، فكنت مكسوف اقول لزمايلي اني باخد دروس خصوصيه. يعني هو انا ايه ضعيفه؟ ما بفهمش يعني ليه؟ تلميذ الخايب هو اللي كان بياخد درس خصوصي. دلوقتي بقى كله بياخد دروس خصوصيه، ده معناه انه المدرسه اللي احنا بنشرح الوضع ككل لا تقوم بدورها. تمام كده. المدرسة وحضرتك بتقصدي كمان يعني نوعية المناهج، هنتكلم في كل ده. نيجي بقى للمدرسة، البيئة، وهنا عندنا طبعا أنواع من المدارس المختلفة، عندنا الحكومة وعندنا التجريبي وعندنا المدارس الخاصة وعندنا المدارس الدولية. طيب البيئة العامة، المكتب اللي قاعد عليه الطالب، الحوش اللي بيقعد فيه، هنا إما أني أنا بعلمه قيم الجمال أو أني بخلي عينه تتعود على القبح. هل المدرسة فيها عناصر الـ الأمن الصحي؟ يعني مش هيتخبط، مش هيتعور، مفيش كهرباء مكشوفة. هل المدرسة فيها الحمامات بتحترم أدمية الطالب ونظيفة بصفة مستمرة ولا لأ؟ هنا ده كله أنا يا إما والحقيقة أنه
يعني في شغل بيتعمل على ده، وانا شفت من المجتمع المدني وفي تمويل لدوت سواء من الدولة او من شركائنا في التنمية، شفت ودعيت لاكثر من مناسبة ازاي بيتم تطوير بعض المدارس. فهنا المدرسة وتوفير سبل ان المكان الطالب يتلقى العلم في مكان مناسب، في موسيقى ولا لا، في أوضة للموسيقى ولا لا، في مكتبة. يعني أنا أو أفتكر أنه أول حاجة حببتني في القراية كانت المكتبة المدرسية، وكنا بنشوف فيها. يعني أنا أول ما قريت أدب عبد الحميد وده الصحار وعبد الحليم عبد الله وغيره كان في المكتبة المدرسية، كنا بنروح ونستلف الكتاب وناخده ونقراه. وبالتالي كل دوت. طب هل ماذا عن الأستاذ المعلم؟ هنيجي للمعلم. نيجي بعد كده للمعلم. المعلم هنا هل تم إعداده نفسيا وتعليميا؟ يعني ما هو التعامل النفسي مع الطلاب، هل بيحترم أدمية الطفل ولا بيصرخ فيه؟ هل لما بيشوف إن طفل عنده مشكلة بياخده على جنبه، في يعني مساعدة اجتماعية للطفل في مشكلته الاجتماعية إذا كان فيه، ولا هي المسألة حسب حنية المدرس؟ هل بيتم تدريبه على المناهج؟ هل بيتم تدريبه على التعامل مع الأطفال؟ وهل بيتدرب مرة وخلاص ولا في استدامة؟ هل بيتم تقييمه؟ يعني أنا متأكدة أنه بيتم تقييمه من العملية التعليمية، لكن من أهالي الطلبة مثلا، هل أنا لما بروح بلاقي المدرس عارف الأولاد اللي معاه، ولا هو بحكم أنه عليه ضغوط من مناهج مكدسة والحقيقة من فصول مكدسة؟ يعني أنا لما أكون بدرس لعشرين طالب غير لما أكون بدرس لستين طالب في الفصل، وحجم الفصل وتهوية الفصل. فهنا يعني الحقيقة أنا عشان كده بقلق لما ألاقي إنه لما نتكلم على التعليم نتكلم بس على المناهج أو على المدرس أو على المدرسة، هنبني مدارس. لا، هي منظومة متكاملة. نيجي للمناهج. الحقيقة إنه المناهج المكدسة لا تصلح لتطليع جيل. أنا مرة الحقيقة كان في يعني مقولة إنه إحنا لازم إننا نتعلم نزود مادة الأخلاق. وأنا خفت جدا لأنه ده معناه منهج إضافي، لأنه المنهج والمدرس مش لازم يعني نحفظ. هي الأخلاق أساسا هي مادة تعليمية إحنا بندرسها ولا بنمارسها عشان التلامذة الصغيرين ولا يتعودوا عليها؟ ولا لو هندرسها هندرسها ازاي؟ باننا نجيبه ونقول له الاخلاق هي الصدق، الصدق انك مش عارفه، ولا انه احنا بنعلمه بنبقى قدوه ليه، بنوريه افلام ودراما؟ طيب يعني اللي حضرتك بتطرحيه كافكار يعني هي افكار جيده جدا وهي معقوله جدا جدا. هل المصريين المتخصصين في تلك المناهج يؤخذ رايهم من وزاره التربيه والتعليم؟ شوفي حضرتك، هو الحقيقه بيؤخذ الراي وفي تعاون. خليني اقول لحضرتك فين العقبات بتكون. وفي يعني احنا كمجلس قومي لحقوق الانسان، وانا بشرف ان انا امينه اللجنه الاقتصاديه الثقافيه، وعاملين شغل حلو جدا انا وزمايلي، والشغل ده بدا من قبل ما انا امسك اللجنه في المجلس القومي لحقوق الانسان، تشريح للمناهج المدرسيه والى اي مدى فيها يعني حقوق الإنسان يتم احترامها أو يتم التغاضي عنها. طب ماذا وجدتم في المناهج؟ وجدنا إنه في مشاكل، وتعاملنا مع وزارة التعليم وتم إصلاح بعض المناهج ومستمرين. يعني الحقيقة إنه بيتم ده إزاي، إنه ما يبقاش في تفرقة أو نظرة للبنت دنيوية. سعاد لازم تبطل تلعب بالعروسة وعمر يلعب بالمسدس. إزاي إنه يبقى في مساواة؟ إزاي إذا كان في مثلا توجه بعض في دروس القراءة، إزاي إنه يبقى في تعامل على نبذ التنمر وإنه الوطن يشمل الجميع؟ إزاي إنه إذا كان في بعض النصوص التي تحض على الكراهية أو عدم قبول يعني الآخر، يعني تم إلغاء مثلا تلك النصوص في يعني دلوقتي لو رجعنا مناهجنا المدرسية، هل هي متفقة مع أولا المفترض أنها تتفق مع أشياء كثيرة يعني، لكن أنا بتكلم على نقطة حقوق الإنسان بشكل خاص. هي إلى حد كبير تم تغيير بالنسبة للمناهج الابتدائي، تم تغيير المناهج ماذا عن الإعدادي والثانوي؟ شغالين عليها.
يعني هو الحكايه اصلها الحقيقه بتحتاج وقت وبتحتاج هنغير وهنغير ازاي وفين المشكله. لكن الحقيقه انا ما بشوفش ده بس اللي هو في اهدار ممكن يكون لحقوق الانسان في بعض النصوص او بعض التكديس في عقل الطفل. زي ما حكينا الطفل اللي بيتحرم من حب امه لانها لازم تقعد تذاكر يعني له. يعني تقصدي حضرتك تكدس المناهج؟ صحيح، تكدس المناهج. كمان المناهج مين اللي بيدرسها؟ يعني اذا كان نوعيه المدرس ازاي بيراعي الطفل. يعني يمكن نلاحظ انه حتى في وطننا العربي كتير من الاطفال عصبيين لانه بيتم التعامل معاهم بعصبيه، لانه في يعني ما فيش هدوء في توصيل المعلومه. يعني عدد التلاميذ مثلا في الفصل، عدد التلاميذ او عدم اعداد المدرس بالصوره السليمه، او تصور انه مسموح ان انا اتعامل بعصبيه مع الطفل، او لانه احنا حياتنا صاخبه بوجه عام، عندنا التلوث السمعي عالي فتعودنا اننا نتكلم بصوت عالي. طب دكتوره انا عايزه اسال حضرتك سؤال، يعني في موضوع التعليم بالتحديد، هل شهد العالم في يوم من الأيام دولة تقدمت دون تعليم جيد؟ الحقيقة إنه ده مش هيحصل، ومش تعليم بس. يعني أنا برضو هنا وحركة تسمحي لي وحركة أستاذتنا في الثقافة، ويعني إنه المسألة الثقافة، الدراما، البيئة المحيطة ككل. هو التعليم ينتج ثقافة، التعليم ينتج ثقافة، والتعليم إذ لم يشمله ثقافة. يعني أنا كنت محظوظة أن أنا تعلمت في جامعة كنا لازم ناخد مواد مصاحبة، فلازم نتعلم يعني إيه موسيقى، يعني إيه أوركسترا، يعني إيه سيمفوني، ودننا تسمع، رغم أنه أنا مثلا خريجة علوم سياسية. إيه اللي هيضيفه ده؟ لا، هيضيف كتير. يعني أنا أتذكر أنه والدي الله يرحمه كان بيتعلم بالمجان، حكالنا أنه كانوا يعني بيحفظوا مسرحيات شوقي ويقولوا شعر، وكان في عندهم مسرح مدرسي بالمجان. هنا المشكلة تكمن فين؟ إلى حد كبير في التكدس السكاني والانفجار السكاني اللي احنا فيه، إنه احنا مهما كان دولة نامية لازم عشان يبقى عندنا الكيف من التعليم، لازم نقدر انه يبقى عندنا الكم من المدرسين المدربين والمدارس المبنيه صح، والمناهج اللي وضعت صح. كل ده لو حد قال لحضرتك، يعني طبعا هيك متخصصه في هذا الموضوع، لو حد قال لحضرتك مثلا دوله زي الصين زي الهند مكدسه بالسكان ومع كده التعليم فيها جيد ويعني الخريجين لهم قدر، في بلاد اخرى قليله السكان واستطاعت أيضا رغم المعوقات زي مثلا كوريا الجنوبية زي سنغافورة، فيعني العالم كله مليء بنوعيات مختلفة من الدول، التقدم فيها في مجال التعليم بعض البلاد لا يعني لم يعتمد على كثرة السكان أو قلة السكان. وعشان كده مش لازم نعيد اختراع العجلة. عندنا تجارب كتير، يعني مثلا البرازيل ليها تجربة ممتازة في التغذية المدرسية للطفل، وإزاي إن هي قرية، وإحنا دايما عيننا ما تبقاش على القاهرة واسكندرية والمحافظات الرئيسية، لأنه لما نيجي نتكلم على موضوع الأمية هنتكلم على الريف ومشكلته. الحقيقة إنه إزاي القرية كلها تشتغل على زراعة المحصول اللي ينفع في التغذية المدرسية، وإزاي بعض الأسر تشتغل على إزاي يعملوا الأكل للتغذية للأطفال، لأنه مش هنقدر إننا نعلم طفل وهو ما بنديلهوش الأولويات في الغذاء. فعلا مع حضرتك حق، وهنا يعني محتاجين نشتغل بقى على زي ما حضرتك قلتي المناهج، المدرس والتدريب، ونتعرف على تجارب الدول الأخرى، ونتعرف ماذا فعلت. وكثير منها هيكون كثير من الحسم والدقة. يعني مش هتلاقي الدول دي عندها دروس خصوصية حضرتك، لا دروس وبالتالي خصوصية في قوانين أساساً يعني شيء يعني غير مرغوب فيه في أي دولة من الدول، يعني ده 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 دي مدرسة موازية. طبعا طبعا. وهنا بنعلم الطفل الحقيقة إنه ياخد يعني سبون فيدنج، كأننا بنأكله بالمعلقة التعليم، وإنه لا يقدر المدرسة حق قدرها. طبعا. وكمان هنا الحقيقة فكرة إنه إزاي إننا مش مشكلة في المنهج، أحيانا مشكلة في إزاي المدرس مش بس ندربه ونديله الأدوات اللي يقدر، سواء معامل، سواء إزاي إنه هو يقدر إنه كمبيوترز وغيره، إزاي إنه يقدر يعلم الطفل يفكر لنفسه.
أنا دايماً أقول إنه التعليم اللي ما بيعلمش الإنسان إنه يحلل ويفكر كارثي. طب لو كان الأمر بيديك ماذا تفعلين؟ بس أين نبدأ؟ ميزانية. من أين نبدأ؟ يعني لازم يبقى عندي ميزانية، لازم يبقى عندي تشريعات وتنفيذ للتشريعات. يعني مش كفاية أن يبقى عندي تشريعات لإلغاء الدروس الخصوصية، لازم يبقى عندي قوة منفذة وتقدر تنفذ وتقف قدام أصحاب المصالح اللي هيبقوا ضد دوت، لأنه هيبقى في ناس ضد ده. يعني ماذا عن أصحاب ما معناه دلوقتي هي ظاهرة سيئة جدا، وهي فكرة السناتر أو مراكز الدروس الخصوصية؟ طبعا، لأن الطفل أو الشاب الصبح في المدرسة وبعد الظهر في السناتر، والاهل ما يعرفوش عنده حاجه. وبعدين يعني السنترز ديت مشكلتها كمان انه بعد ما كان الطفل الضعيف بيجي له مدرس يساعده شويه وخلاص، لا ده بقى اساسي انه بيحجز من قبلها، ولازم يعني يدرب على الامتحان عشان يجيب درجات. لا يعني طبعا المساله هنا مختلفه تماما. بس كمان في حاجات أنا مش مهما اديتيني، لو أنا مسؤولة عن التعليم، ميزانية، ومهما اديتيني قدرة على إني إنفاذ قانون، إذا استمرنا في هذا الكم من الانفجار السكاني إزاي؟ يعني إحنا عندنا دلوقتي في حاجة كويسة بتحصل، إنه في عدالة بين التوزيع الجغرافي والديموغرافي. ما بقيناش عايشين على 6% خلاص بتوع وادي النيل، ابتدى يبقى في مدن كبيره جديده، وابتدى انه المدن دي يتفتح فيها مدارس فيتوزع الاسر، فنقدر اننا نقلل التكدس السكاني. لكن لسه في فصول متكدسه، ما تقدريش حضرتك، هو في الاخر مدرس بشر، مهما عنده منهج هايل واديته احسن معمل وحطيت له طلاب بعدد كبير جدا، يلاحق ازاي؟ يعني احنا محتاجين دلوقتي الى مثلا مدارس جديده، محتاجين مدارس جديده، محتاجين مدارس جديده مبنيه صح. نشوف الناس اللي حضرتك قلتي عليهم في كوريا وفي الصين بيبنوا ازاي. هنا انا ما بتكلمش على التعليم الدولي والتعليم الخاص، الناس المقتدره، انا بتكلم على كل الناس تقدر. بره عيب على فكره ان الواحد يوردي ولاده مدرسه خاصه. ايوه، ده شيء معناه انه في مشكله. الناس كلها بتسعى انها توري في الدول المتقدمه في مدارس الدوله، مدارس القطاع الحكوميه. أيوة. والمناهج يعني احنا عندنا هنا حكومه، تجريبي، خاص، دولي، مفيش ثوابت بينهم. فبالتالي عندك المتغرب الذي تعلم تعليم في تغرب كامل، واللي كان عنده اقل حظا اللي في فصول مكدسه، وفي ناس في النص، مفيش ثوابت بينهم حتى في المناهج، في المدرسين، في المكان، كل دوت. لا، في شغل كتير لازم يتعمل. وكمان التعليم المهني، التعليم المهني، التعليم المهني وده مهم جداً جداً، لأنه ببساطة شديدة محتاجين نطور، وفي تطوير بيحصل الحقيقة في المدارس، وفي كمان دلوقتي مصنعين بيعملوا تعليم مهني خاص بالمصانع بتاعتهم، ملحقة بيدربوا بالمصانع. بيدربوا الشباب بحيث انه يخش على صناعات معينه. ازاي ان الدوله تتكافئ؟ طب يعني كيف طريق حضرتك موضوع التعليم المهني ده واهميته في اي دوله؟ زمان مثلا في مصر كان في حاجه اسمها مدارس الصنايع، مدارس الفنيه، مدارس الزراعه، يعني كان في مهن مختلفه تبدا من المدرسه، بس هي موجوده لحد دلوقتي. لكن بس حصل موجودة في فتره موجودة ان المدارس بلا امكانيات. حصل فتره ان المدارس دي الحقيقه العدد والالات وكل دوت، واللي بيروح خشها اللي ما جابش المجموع في الاعداديه، فبقى انت مدخله اوريدي الناس اللي ما عندهاش القدرات العلميه، والمدارس مش في احسن مستوى. طب هذا مفهوم، لماذا لا نحاول اصلاحه؟ ده لازم نحاول اصلاحه، بس كمان لازم نحاول اصلاح فكر المجتمع، لانه ببساطه شديده المجتمع عايز خريج الجامعه. احنا كل مش كل المجتمع يا دكتوره، يعني في اسر كتير جدا جدا تتمنى انه ابنها يبقى موجود في مدرسه فنيه وبعد الثانويه العامه بيشتغل، لكن هتفضل لو قدر ان هو يخش جامعه، الا اذا كان في احتياج مادي انه يتخرج بسرعه. يعني انا عايزه المجتمع يقدر المهني. عشان كده كنت فرحانه، كان مره في وقت ما قعدت فيه برنامج اسمه صنايعيه مصر. أيوة. فكره انه الصنايعي دوت يبقى قيمه كبيره، قيمه كبيره. ازاي اننا يعني نغير فكر المجتمع لانه يحترم
الذي يعمل اللي بيسموهم ذو الياقات الزرقاء لأن هم مهمين، ونوليهم الاهتمام من تدريب وتدريب من يدربوهم ومن المناهج ومن الآلات. احنا الحقيقة يعني بنتكلم في هذه الحلقة مع حضرتك باعتبارك أيضا متخصصة أنه كمان يعني موضوع التعليم حاليا هو اهتمام الدولة طبعا. واهتمام رئيس الدولة، وبالتالي لازم نقول بقى تاني من أين نبدأ. شوفي حضرتك، البداية لازم يبقى عندنا نعمل كلنا كفريق عمل، بنتكلم على الدولة، بنتكلم على المجتمع المدني، بنتكلم على المجالس المتخصصة، بنتكلم على الشركات العملاقة. يعني حضرتك مثلا لو جينا الموضوع محو الأمية بدون ذكر أسماء، أحد الحاجات اللي ساعدت فترة قبل 2010 في هو كانت نسبة عالية جدا في الأمية في تقليل النسبة، يعني احنا كنا وصلنا في 2010 ل 25% أمية بس، وده طبعا رقم وحش لكن كان ده من 50%. ايوه، فلما نزلت كان احد الشركات العملاقة ليها دور في ان هي وفرت برنامج بتليفون معين للستات البسيطة عشان تقدر تتدرب على المحو الأمية او تساعد. لازم كل المجتمع لازم نبقى عارفين انه كل المجتمع سواء في الأمية، وهنا دي انا بعتبر انها لازم نشتغل عليها على طول. ما هي يعني والحمد لله ان في السنه في العشر سنين الاخيره الحقيقه حصل شغل مؤخرا، نزل نسبه الأمية يعني عدد الأمية حصل الى 5%. يعني حصل تراجع، نزلنا من 25% الرقم اللي عندي 21%، ويعني 4% ده كويس. الحقيقه للاسف انه نسبه الأمية الاعلى في كبار السن في الريف وفي النساء. كمان لازم نحدد ايه هو أمية. ما ينفعش يفضل تعريفنا للأمية انه اللي مش قادر يقرا مناهج ثالثه ابتدائي. لا، احنا في عصر الذكاء الصناعي. هل احنا يعني مش عايزه انقل الموضوع تاني بس عشان ننقل التعليم تاني ونطلع من محو الأمية، احنا بنتكلم هنا على الجيل اللي طالع جديد داخل على هل احنا بنوعده للذكاء الصناعي وهيتعامل معاه ازاي وهيستفيد منه ازاي، ولا احنا اعداء ما نجهل ونقول لا ده الصناعي الذكاء الصناعي ده حاجه خطر وحاجه وحشه زي ما كنا بنقول على الانترنت زمان. جيلي انا فاكره اول ما جابوا لنا الانترنت نشتغل بيه فكنا لان الانسان عدو ما يجهل نقول لا وده مضر وده الاولاد هيتفرجوا على يعني حاجات وحشه. يعني الكلمات دي يتم ترديدها لكنها في النهاية التقدم العلمي في العالم كله بيستوعبها وبسهولة يعني. وبالتالي هل إحنا من دلوقتي بنعد مناهجنا وطلابنا في المدارس للتعامل مع الذكاء الصناعي؟ ما هو ده سؤال موجه لحضرتك باعتبارك موجودة في مجلس القومي لحقوق الإنسان. ده اللي إحنا بنطلبه. وإن التعليم هو حق من حقوق الإنسان، ماذا تفعلون يعني؟ ده اللي إحنا بنطلبه من الدولة، بنطلبه من وبنقول لهم فين وتصر المشاكل عليه. وبنصر عليه. لا، والحقيقة انه وبنحط تشريعات، يعني اللجنه الثقافيه السنه اللي فاتت تقدمت بطلب تشريع لتجريم خطاب الكراهيه وتحديد ايه هو الكراهيه عشان ما يبقاش كل واحد بيقول كلمه تبقى كراهيه. يعني في تشريعات بنطالب بيها كمان، يعني دورنا اننا نراقب اللي بيحصل، نكتب تقارير ونتعامل مع الحكومه فيها ونطلب مقابله المتخصصين ونجيبهم عندنا، وكمان اننا نحط وده دور مهم الحقيقة جدا جدا. يعني للحوار بقية فاصل قصير، نعود بعده لنواصل حديثنا عن التعليم والمجتمع وتحديات المستقبل مع الدكتورة نهى بكر أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية. دكتورة نهى، وإحنا بنتكلم عن التعليم وعن ضرورة تأهيل الطلبة والطالبات وبنتكلم مثلا عن القطاع الجامعي، البعثات الأجنبية للخارج للتعليم أو يعني بمعنى أصح للتعلم، ما وضعها الآن؟ شوفي حضرتك، البعثات الخارجية للخارج الحقيقة إنه بتقابلها بعض المعوقات. المعوق الأول إنه كتير من تمويل البعثات ديت، لأنه إحنا برضو دولة نامية، بيجي أحيانا أو غالبا من شركائنا في التنمية. يعني تلاقي مثلا دولة فرنسا بتقدم عدد من البعثات، دولة انجلترا، دولة الولايات المتحدة الأمريكية. العالم كله بيمر بمرحلة اقتصادية صعبة، فبالتالي في هنا جزء من التمويل اللي كان بيجي
في تقلص، فده بيؤدي الى جزء من تقلص العادات. في الحقيقه من المجتمع المدني رجال في الصناعه وغيرهم بيقدموا بعثات خارج يعني. منح خارجيه وبيقدموا منح في الجامعات كمان المصريه اللي بتقدم تعليم، يعني سواء في الاقسام الاجنبيه في الجامعات الحكوميه لانها بالفلوس، في الجامعات زي في الجامعه الامريكيه او في الجامعه البريطانيه او غيرها، مش عايزه اسمي جامعات، لكن في الجامعات اللي ليها تخصصات العامه العاديه. ايه وضعها بالنسبه للبعثات الاجنبيه؟ بيحصل حاجتين، بيحصل نوع من المؤاخاه بينها وبين الجامعات التانية، فبالتالي البره، فبالتالي بيجي لها اساتذه من بره يدرسوا فيها، وبيبقى في بعثات موجوده او منح موجوده، يعني في برنامج للمنح، منح مقدمه من يعني انجلترا ليها برنامج محدد للمنح وبيتقدموا فيه الطلبة سواء الماجستير أو الدكتوراه. ألمانيا في برنامج محدد، يعني أنا دايما شهر نوفمبر كده تلاقي هجمة من الطلبة بتوع الماجستير أو كانوا عندي عايزين خطابات يعني بتقول هم توصية أو letter of reference بتقول هم كانوا كويسين في إيه وكده. لكن كمان لازم نعد الطلبة اللي رايحين، لأنه دلوقتي الجامعات برة عشان اي طالب يخشها لازم ان هو يكون عامل البروبوزل بتاعه ويكون عنده فكر، يكون امتحن في بعض الامتحانات العامه اللي سواء للغه او غيرها اللي بتقول ان هو مؤهل، لان هو مش هياخد غير طالب منتقى. التعليم الجامعي والوظيفه، هل في ربط حاليا ما بين التعليم والوظائف المتاحه في البلد؟ ده سؤال مهم جدا، وانا سعيده ان حضرتك سالتيه، لانه اذا كان التعليم لا يؤدي الى انه يخلي الشخص مؤهل لسوق العمل وجاهز لسوق العمل، يبقى الحقيقه مش مجدي، يبقى علمناه غلط، علمناه حاجه ليست اولا مش هتديله دخل، كمان مش هتديله فرصه ان هو يشتغل ويطور نفسه. ايوه فتبقى كارثه. طبعا دوت سوق العمل كمان بقى منافس جدا، يعني ما بقاش سوق العمل دلوقتي يعني كان فيه في مرحله انا اعرف فلان ولا علان فهيعيني، لا دلوقتي لازم ان انا بخش في مقابلات، عشان كده حتى الجامعات دلوقتي بتعد الطلبه ازاي يروح مقابلات العمل، والمنافسه حاميه جدا وشديده جدا. هل شوفي هو فيها جزء، هل الجامعه بتعد الطالب وكمان هل الطالب بيجتهد ويعد نفسه، لان ما بقتش المساله ان انا بديه بالمعلقه، هو عنده العالم بدل ما يقعد على الفيسبوك، وان كان حتى في الفيسبوك في حاجات مفيده، هو ممكن يقعد يحضر كورسز ببلاش كتير جدا على الانترنت، في برامج كتير جدا، في ناس بتتعلم لغه على الانترنت. ف هو كمان بنينا فيه من صغره انه الشغف للتعلم والقدره ولا لا، يعني عشان يقدر له ان سوق العمل يحتاج لتلك المهارات. طبعا المهارات دي جزء منها التعليم بيديه، وجزء منها التعليم بيبني ان الطالب نفسه هو اللي يحاول ان هو يتعلمه. لكن طبعا الحكايه بقى فيها تنافسيه عاليه جدا، وان ما كانش الطالب او الشاب على اعلى مستوى لا صعب. طب هل الإعلام له دور في هذا، يعني في توجيه الطلبة في مجالات مختلفة إلى تلك الطرق؟ الإعلام المباشر والغير مباشر، يعني ممكن إننا نقعد دلوقتي نعمل محاضرة في الموضوع ده، وممكن مسلسل واحد يغير الدنيا كلها، يعني ويحس الناس على إنه إزاي إن هم يشتغلوا على نفسهم، استاي انه يبقى عنده المبادره انه يروح، ومش لازم ومش حاجات مكلفه يعني. فطبعا الدراما، المزيكا، الحاجات كتير ممكن بتغير من الثقافه. احنا عندنا قصور ثقافه، عندنا يعني انا اخر رقم كنت اعرفه 570 قصر ثقافه في محافظات مصر، ازاي ان هي تساعد، عندنا مكتبات في اماكن مختلفه، ازاي ان المكتبات بتاعتنا تساعد تاهل
تدرب، لانه لو حضرتك تاخدي بالك دلوقتي اللي بيحصل ايه، انه في تدريب جامد جدا بيحصل للشباب عشان يغطي على الفجوه اللي حصلت في التعليم. يعني لو قلنا اكاديميه التدريب، لو قلنا المعاهد، معهد الحوكمه بتاع وزاره التخطيط وغيره من التدريب الذي يمنح. يعني انا واحد من الشباب اللي بيشتغلوا معايا لقيته رايح يتدرب في مركز التدريب بتاع الحوكمه بتاع وزاره التخطيط على الاهداف السستينبل ديفلوبمنت جولز، اهداف الانمائيه، وبقى سفير للاهداف الانمائيه للتنميه، وبقى بيتكلم عليها وبيشرح للناس ومدرك. هنا احنا ده بيحصل ازاي؟ لانه هو ما خدش ده في تعليمه، لكن حصل ان في برامج والحقيقه بيعلنوا عنها. انا سعيده ان انا في برنامج في المجالس الشبابيه مع وزاره الشباب، ازاي الدبلوماسيه الشبابيه، يعني ازاي تلك البرامج اين مقرها؟ يعني مثلا في شاب في الاقصر او في قنا او في رشيد، كيف يصل اليها؟ بيخش على الانترنت، على الويب سايتس بتاعت الوزارات وموجوده، وانا عندي شباب من كل المحافظات في البرنامج بتاع وزاره بيحصل الشباب. بيحصل اعلان عن هذه بيحصل اعلان، وهم هو على فكره هو لو شاب عايز يتعلم هيدعبس ويلاقي، بس انا عايزه اساعده انا كمان. يعني لو ساعدتيه حضرتك صدقيني تبقي بتديله السمكه. لا انا هوجهه للطرق المختلفه. هو عارف انه هيخش على الوزارات وهيلاقي على الويب سايت، صدقيني حضرتك هم الشباب عارفين. بس في شاب عايز وفي شاب مش عايز، في شباب بيقعدوا يتعلموا اللغه الاجنبيه ويعني ويساعدوا روحهم ببرامج على الانترنت، وفي شباب مش عايزين. لكن البرامج دي موجوده ومعلن عنها على الويب سايتس، والشباب دلوقتي بيبقى مش مستني اعلان التلفزيون، هو شغال على الانترنت وبيعرف. فبالتالي ده بيغطي الحقيقه الفجوات اللي حصلت في التعليم. ولازم يكون مستمر التدريب، مش مره وبس. التدريب اللي مش مستمر، ومحدش كبير على التدريب، يعني كلنا بنفضل نتدرب عشان خاطر ونقيم ويتم تقييمنا، محدش كبير على التقييم. يعني انا لا مؤكد ان الشباب كلهم يعني راغبين في عمليه التدريب. المهم اين تتم عمليه التدريب، بكام، اذا كان فيها مصاريف الى اخره. يعني مؤخرا كنت انا من ضمن الناس اللي بيختاروا، كان برنامج بتاع الاكاديميه التدريب المراه تقود، وقعدي يعني كنت بعمل انترفيوز لدكاتره اطباء ومهندسات ويوي جايين في مرحله عمريه معينه عشان يدربوا نفسهم يبقوا احسن، وعندهم برامج بتتقدم لهم. شيء جميل. فلا موجوده الحقيقه، واللي عايز بيعرف، يعني بتلاقي حضرتك بيعرف وما فيش تكلفه ماليه. بالعكس ده في حاجات منهم بيدوهم ازاي ان هم يقدروا ينتقلوا للمكان. يعني ما هي ده اعتقد يعني يمكن المساله محتاجه الى مساعده، ومحتاجه انه الانسان يساعد نفسه. الاثنين. اعلم حاليا انه حوالي 750 الف طفل سنويا بيدخلوا المدرسه. طبعا هم محتاجين على الاقل ل زي ما قيل 30 الف معلم. هل احنا يعني مستعدين لهذه التركيبه؟ عشان نبقى مستعدين محتاجين اننا كمان زي ما نقول ان محتاجين ندرب المعلم، ومحتاجين اننا نجرم المعلم اللي بيدي دروس خصوصيه، محتاجين نريح المعلم. يعني لازم ان انا اديله اللي يكفيه واللي يوفر له انه يروح المدرسه وهو بصحته مش متبهدل. انا فاكره كانوا الاساتذه بتوعي وانا في المدرسه بيجوا ببدل، فانا لما اشوفهم لابسين بدل واشوف المدرسات بتوعي لابسين شيك انا اتعلم منهم الرقي. لكن لو انا مش بدي ده، مش بريح المعلم، ما هو مش هيقدر يجي ويدي كل اللي عنده. فبالتالي ازاي ان انا كمان اكفي المعلم، لانه يعني مثلا في دول اوروبيه المعلم هو اعلى مرتب. أيوه. لانه هو اللي بيحضر اللي ودول بعد. اسيويه كمان، فده مهم جدا. يعني انا يعني بنتكلم على المناهج، كم فينا متذكر، كم واحد فينا متذكر هو درس ايه في تانية ثانوي؟ لكن متذكر المدرس اللي ساب بصمه فيه ولا لا؟ أيوه. يعني انا اتذكر حتى الان استاذي في اللغه العربيه، انا كنت مدرسه اجنبي، كان بيعلمنا الشعر ازاي، وازاي استمتعت بالشعر رغم ان انا في مدرسه اجنبي، والبلاغه، ولما كان يشرح لنا قيس وليلى وبيتغزل فيها ازاي، ويشرح لنا الحياه الواقعيه. يعني بتكلمي دلوقتي على ضروره تاهيل المعلم، وضروره ان انا وانا باهله كمان وهو بيشتغل اريحه. مش هيقدر يدي وهو مرهق وتعبان.
خلينا نكون واقعيين، لازم أكفيه. وأنا عارفة إنه اتعمل يعني مادياً، مادياً ومعنوياً، بس مع إغراء الدخل المادي من الدروس الخصوصية. لو الآن زي ما بنقول إحنا عايزين نجرم هذه الدروس الخصوصية، نجرم مسألة وجود ما يسمى بالسناتر أو مراكز الدروس الخصوصية، هو ماذا نفعل؟ بس مش هيحصل بين يوم وليلة. لازم يبقى في فترات انتقالية، لأنه ببساطة شديدة صحيح. لا أنا هقدر أكفي المدرس بين يوم وليلة بميزانيتي دي، ولا هديله الحوافز اللي تشجعه بين يوم وليلة، ما عنديش أقدر أعمل دوت، ولا أنا هقدر أنه حتى بقى ثقافة الأهل إن هم لازم يدوا لولادهم دروس. فولا هي الحقيقة احتياج الأهل وليس ثقافتهم، احتياج الأهل إنه الولد ينجح أو البنت تعدي لسنة جديدة. يعني ما هو احنا عشان برضو بنطلب ان هو لازم، يعني لا يعني مع احترامي اللي حضرتك بتقوليه، هو مش بيطلب ان الاهل ما بقوش يطلبوا من الولاد ان هم ينجحوا، ده عايز ابنه يجيب الفول مارك ويأنبه، لو مع ان يعني احنا في جيلي انا ما كانش لازم ابدا نجيب الفول مارك، لكن كان لازم نبقى كويسين فيعني معقولين. لكن احنا بقى عندنا لازم يعني في طبقه معينه، مش كل الطبقات، في طبقة معينة بقى عندها لازم يتدرب كل الرياضة، أنواع الرياضة لازم، مش عارفة، في حين إنه ده بيفقده يمكن مهارات تانية، أشوفها إيه المهارات اللي عنده وأسقلها. فهي أنا في تصوري يعني إن إحنا نبقى حالمين لو تصورنا إننا هنقدر بين يوم وليلة نخرج من مأزق الدروس الخصوصية. أعتقد إنه لازم يبقى عندنا سياسات، استراتيجية تعليم واضحة، سياسات ازاي اننا بخطط تنفيذيه بتوقيتات بقدره على اننا نقدر اننا نقيم احنا ماشيين صح ولا لا، عشان نخرج من يعني انا بعتبرها يعني مظلمه ان انا بظلم الطفل ان انا بوديه دروس خصوصيه، او الشاب حتى ان انا بسيبه في الشارع كتير قوي، في الشارع الصبح في المدرسه، هو في الصبح في المدرسه وبعد الظهر في الشارع، لا بيقعد مع اهله ولا بيتغدوا في ميعاد معين، ما بيسمعش، كلنا كنا بنسمع من اهالينا، غير طبعا انه هو مشغول بالانترنت والحياه والتكنولوجيا اللي شغلاه. فلا هي محتاجه فكر، ومحتاجه يعني نقعد ونسمع من العقلاء ونعمل عصف ذهني ونشوف ايه اللي ازاي نقدر اننا نتخطى، وده طريق الحقيقه جيد جدا. متى يبدا؟ المفروض حالا. لكن احنا برضو مهم ان احنا ما يبقاش عندنا مسؤول ماشي في خطه وبعدين يجي يمشي فمسؤول تاني يبتدي الخطه من اول وجديد، لا. احنا المفروض طالما عندنا استراتيجيه وسياسات وخطه عمل نمشي فيها ونشوف حققنا ايه بتوقيتات زمنيه. ما هياش المساله انه احنا برضو بننسى للاسف، يعني المفروض نلاقي ننسى ونبتدي من اول وجديد. ليه؟ او للاسف انه ما بنسلمش بعض، ودي مشكله عندنا في مصر، انه القديم ما يعني اللي جاي ما بيستلمش من اللي قبله وما بيلتزمش بالخطه اللي قبله، وكانه يعني فدي حاجات كلها محتاجين نشتغل عليها. صحيح، المدارس اصبحت متنوعه جدا جدا. ايضا دخلنا على مجال الجامعات وبنجد حاليا انها متنوعه ايضا، ما بين جامعات عامة، جامعات خاصة، جامعات أهلية إلى آخره. كيف تري هذا المشهد يعني؟ لا هو طبعا هو ده موجود في كل حتة في العالم، خلينا نكون واقعيين. لكن إزاي يبقى في خطوط مشتركة؟ يبقى في إزاي إنه يعني يبقى في رياضة مشتركة بيعملوها مع بعض، يبقى في حاجات ثقافية بيعملوها مع بعض، مسابقات بيعملوها مع بعض، إزاي يبقى في تبادل بين الجامعات وبعض، ان انا اروح اقضي ترم هنا وترم هنا، كل دوت عشان يبقى في تناغم في المجتمع. وكمان يا ريت ان انا اعرف ان انا اجذب من الدول التانية ناس تتعلم عندي. احنا جزء من قوتنا الناعمة كان اخواننا العرب لما كانوا بيجوا يتعلموا في مصر، يعني تلاقي تقعدي مع الوزير يقول لك انا اتعلمت في كلية الحقوق، اتعلمت في كلية الزراعة، ده كله مهم. فازاي ان انا استمر بكل الجامعات دي، يعني اجيب من افريقيا واجيب من نفس السؤال، ازاي كيف ان انا اقدم كواليتي كويسه، وان انا اقدم سكن الاهل يبقوا مطمنين على اولادهم، دورمز الاولاد يقعدوا فيها، وان انا ابقى اسوق نفسي كجامعات. انا مش عيب اني اسوق نفسي، حضرتك لو دخلتي على جامعات العالم بيسوقوا نفسي اعلى الجامعات. انا العيب ان انا ما اتخيرش الطالب،
وعلى فكره في دايما جامعات للطالب الشاط الممتاز والطالب الجيد جدا والطالب الجيد. ما يعيبش الجامعات درجات ومستويات، لكن اسوق نفسي في افريقيا واسوق نفسي في العالم العربي، وازاي اجذب جامعات ليها اسامي. وده ابتدى يحصل في العاصمه الاداريه الجديده وفي وبعض جامعات في 6 اكتوبر، انه جامعات اجنبيه بتعمل شراكات، فبدل ما الطالب يروح يدرس في دوله اجنبيه يبقى بيدرس في دوله عربيه والاهل مطمنين عليه وهكذا. حضرتك في المؤتمر الاقتصادي قلتي كلمة الحقيقة جميلة برضو، يعني نريد بعض الشرح لها. قلتي أن نوعية التعليم اللي بيتلقاه الشباب مهمة لتأهلهم لسوق العمل، نصل إلى سوق العمل. ما هو أصل أنا يعني موضوع البطالة ده فيه خطورة جامدة جدا، مش بس إنه مش هيقدر يعمل أسرة أو يلاقي دخل أو غيره، لا، مشكلة البطالة إنها بتؤدي إلى تغريب داخل المجتمع. مشكلة البطالة إن عندك هجرة غير شرعية، فبالتالي أنت عندك مشاكل مع دول الجوار في شمال البحر الأبيض المتوسط، وعندك شبابك بيموت، ما دي قدرات بشرية في البحر. مشكلة البطالة إنه أنت عندك، ما أنا لما ما أبقى مش متعلم كويس، حالة من اليأس أيضا، حالة من اليأس، فممكن يعني اكتذابه لأي جهة غلط بالظبط كده، وحالة من عدم الهوية، لأن بتفقدي هويتك لما تيأسي. فبالتالي هنا إن شاء الله أوجد له عمل تطوعي بأجر بسيط. يعني الدول كلها نسبة التطوع في مصر الحقيقة لسه مش عالية. إحنا محتاجين إن شبابنا كمان يخش في العمل التطوعي. تطوعي يعني أنا بنتكلم على الأمية، ده أنا ما أديش للطالب الجامعي اللي اتعلم على حساب الدولة، على الاقل يتعلم على حساب الدوله، ان ده عليه في دين على رقبته، شهادته الجامعيه، غير لما يمحي اميه واحد يبقى مسؤول عن محو اميه واحد. لانه ببساطه شديده انا الدوله علمتك ببلاش سنين مدرسه، انك تعلم واحد القرايه والكتابه وادربه، على فكره انا مش هجيبه وما اعلموش، انا ادربه ازاي ان هو محو الاميه ده بيتم ازاي، من خلال احنا عندنا هيئه لتعليم الكبار، يبقى في تخصص ناس مثلا تقول والله انا تطوعي ان انا هعلم، وعلى فكره انا عملت الحكايه دي، علمت محيط اميه. فان حضرتك تمحي الاميه الحكايه عشان يقرا العناوين الرئيسيه في الجورنال مش محتاجه اكتر من 3-4 شهور ببساطه شديده، ادربه وبعدين اقول له انزل انت مسؤول عن محو اميه واحد، يا انت تجيبه يا انا اجيبه لك، والواحد ده يقدر يقرا ويكتب. انا ما بقولش انه يتعلم كمبيوتر. يعني هل سهل تنظيم هذه المساله؟ يعني هل في مثلا اماكن للقاء ما بين هذا الطالب اللي بيبحث عن واحد بيمحو اميته وبين الاخر؟ يعني هيمحو اميته فين؟ احنا عندنا 570 قصر ثقافه، عندنا مكتبات عامه. لو كل طالب قبل ما يتخرج من الجامعه حدد ان هو هيتطوع لمحو اميه واحد في المكان اللي هو عايزه، مش هنركبه مواصلات ولا نتعبه، في مقابل ذلك على فكره هو هياخد تدريب على انه يمحي اميه ازاي. يعني ما هو اصل مش كل واحد بيعرف يمحي اميه حد. طب ايه الجائزه اللي هياخدها بقى؟ يعني لو سال انا هروح اختار واحد وهمحو اميته في مقابل احترامه لنفسه، ده شيء جيد جدا لكنه شيء شخصي في النهايه ومعنوي. لا الدول لا تنهض بانه انا هاخد ايه ماديا بس، خصوصا انه ده دينيا هنعتبر انه ده زكاة عن علمه، وطنيا هو اتعلم ببلاش، عشان كده انا هنا قلت الناس اللي اتعلمت من الالف للياء ببلاش. وطبعا انا دايما اقول النجاح والفكر والحاجات الجميله معديه، يعني هتلاقي ناس تانية من جامعات خاصه تصرف يعني اهلها اللي دفعوا التكلفه او كده هتلاقيهم بينضموا. طب هي فكرة جميلة، لماذا لا يتم الإعلان عنها؟ لا هي الأفكار الجميلة كتير، وعلى فكرة لما بدينا بإن إحنا مش محتاجين نعيد اختراع العجلة، لو أقول لحضرتك مثلا في أفكار من أمريكا اللاتينية كتير جدا، لأنهم عندهم مشاكل قريبة من مشاكلنا نقدر ناخد، وحضرتك كلمتي على الصين وماليزيا وغيره، الأفكار كتير لا تنضب، لكن المهم إننا لما ناخد الفكرة نلتزم بيها وما نتراجعش عنها ونعلن عنها ونشوف. واعتقد انه يعني يعني الهيئات الاعلاميه في مصر كلها ممكن ترحب بهذا يعني. وده مش معناه انه ما فيش افكار اتنفذت للامانه، لانه انا بعاصر افكار كتير اتنفذت تفرح، يعني في مؤتمرات الشباب، وانا كان لي حظ اني اشتركت في مؤتمرات الشباب اكتر من مره في شرم الشيخ،
الحقيقة لما بشوف الشباب هناك بيشتغلوا ازاي يفرحوا. أيوة. لما بروح الأكاديمية الوطنية للتدريب أو بيجي لي حد من الأكاديمية الوطنية للتدريب أو في المجالس الدبلوماسية الشبابية بتاعة وزارة الشباب، بقول لا في حصل تغير. أكيد أنا معرفش الشباب دول كانوا أصلا ازاي، لكن الحقيقة إنه اللي أنا بشوفه ده لا عنده فكر، تنظيم فكر، عنده قدرة على الاستيعاب، التنفيذ، الدقة، لأنه آفت يعني كتير من مشاكلنا سببها الإهمال وعدم الدقة، ما بنخلصش حاجة للنهاية. أيوه. رغم أن كل الأديان اللي موجودة في مصر بتقول أنه لازم نبقى يعني عندنا دقة، لكن كتير من مشاكلنا سببها أن إحنا ما عندناش دقة. في حاجات في التعليم من وجهة نظري أنا كارثية، زي الغش. ده الغش ده هو اللي بيغش النهاردة هو اللي بيسرق بكرة. صحيح. وأن أنا أتساهل كأم مع ابني لما أعرف أنه غش والمدرسة تتساهل، فكل ده الحقيقة محتاجين نشتغل عليه. لكن ده مش معناه انه ما فيش حاجات اوريدي اشتغل، يعني غير ناس كتير اشتغلت عليها والدوله اشتغلت عليها والمجتمع المدني وتم تنفيذها. الحقيقه يعني دلوقتي يعني طرأ على ذهني يعني فكره كنا بنسمع عنها زمان كتير، كان في حاجه اسمها مدرسين بيطلعوا او بيتخرجوا من مدارس ثانويه اسمها المعلمين والمعلمات. الان نحن نعاني من نقص في الاساتذه. لماذا هذه التجربة لم تعد موجودة في مصر؟ أصل نقص الأساتذة مش بس عشان المدارس دي مش موجودة، لأنه هو لو اشتغل أستاذ وما اداش دروس خصوصية مش مجدية، فبالتالي هو بيشتغل حاجات تانية. بيشتغل ده، في منهم بيشتغلوا دلوقتي دروس أونلاين، يعني بيدرس أونلاين وغيره. فهي إزاي إن أنا أخلي المدرس تبقى بالنسبة له العمل كمدرس فكرة جاذبة؟ يعني كلنا بندور نشتغل في حاجات جاذبة تجذبنا، تسعدنا، تكفينا ماليا، لأنه إحنا في الآخر بندفع فاتورة الكهرباء فلوس، ما بندفعهاش يعني حاجات شغف. يعني مينة. التخرج من مثل تلك المدارس معناها أنه هو يبقى مؤهل للعمل حتى في المدارس الابتدائية. بس لازم أنه لما يروح المدرسة الابتدائية يكون فكرة العمل في المدارس الابتدائية فكرة جاذبة، يعني وإلا هيشتغل حاجة تانية حتى لو مش بمؤهله. يعني عدد الطلبة معقول، المنهج معقول مش مكدس، المكان اللي بيشتغل فيه معقول. يعني هي زي ما حضرتك بتقولي الحاجات كلها متشابكة. لكن يعني أفضل شيء أن نبدأ طبعا، يعني وفي يبقى مش مجرد أفكار. الحقيقة أن إحنا بدين، يعني ما نقدرش نقول لما نقول أن في 5 مليون محي تم محو أميتهم العشر سنوات اللي فاتوا يبقى بدينا. لما نقول أن في تدريب وفي شباب بيتدرب دلوقتي ومشرف بدينا، بس محتاجين نسرع الوتيرة إن شاء الله. دكتورة نهى بكر شكرا جزيلا لحضرتك. سعيدة أني كنت مع حضرتك. شكرا. في الختام أشكر ضيفتي الأستاذة الدكتورة نهى بكر، أستاذ العلوم السياسية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ونلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله في حديث جديد من مصر.